معكم مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه معنا اليوم الاخصائيه الجميله حلا الدراوي صاحبه اتش دي ستوديو. اهلا مدام. اهلا فيك. بدايه شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم بالبرنامج، وبنتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن السنتر الجميل. شكرا لكم، شرفتونا. نحن مركز اتش دي ستوديو لخدمات المكياج الطبي شبه الدائم، معكم الاخصائيه حلا الدراوي. نحن فريق عمل متخصص بمجال المكياج الطبي شبه الدائم، مرخصين من هيئه الصحه وبلديه دبي، ونحن الفريق العربي الوحيد بهذا المجال اللي قدرنا نوصل الحمد لله لشريحه كبيره من المجتمع بموضوع المايكرو بليدنج. الحمد لله نحن مغطيين دبي، مغطيين كافة الإمارات، مغطيين الفجيرة، أماكن كتير بعيدة كمان مش بس في دبي، والحمد لله قدرنا يعني نوصل لمرحلة كتير كبيرة بهذا المجال. رائع جدا. طيب ممكن تحكي لنا شوي عن الخدمات اللي موجودة، يعني تشرح للمتابعين أنتوا شو معنات المكياج الدائم، شو هي خدمات، وين بتفيد؟ هو المكياج يعتبر شبه دائم للأشخاص مثلاً أولاً المعانون مثلاً من الثعلبة سواء رجال أو نساء بحول جبن أو مثلاً بالرأس، نحن بنعمل لهم تغطية لهيدي الأماكن الفاضية. بالإضافة لهيدا الشيء المعروف هلأ جداً هو المايكرو بليدينج بكافة مجالاته، عندنا المايكرو بليدينج الشعر، شعر الباودر، هذا كلياته نحن مثلاً نشتغله على حسب كل شخص شو بيحتاج. كمان إضافة لهذا الشيء بنعمل تفتيح للشفاف كمان سواء للنساء أو للرجال، نفس يعني نفس الطريقة بنشتغل لهم تفتيح بطريقة يعني جدا طبيعية وآمنة. المواد اللي بنستخدمها مواد نباتية صديقة للجلد غير مضرة أبدا، لا يعتبر لا وشم ولا تاتو لأنه رسم بس على الطبقة السطحية، بنرسم بين طبقة اسمها الإبيدرمس والديرمس، ما بنفوت لأماكن عميقة من الجلد، وهو بيساعد كل شخص انه يوصل للشيء اللي بده اياه بدون ما انه يضل يعاني من هذه المشاكل. يعني لانه صراحه في ناس بيعملوا كثير تفتيح بالليزر او القصص ما في فائده، فنحن اكثر شيء يعني الفائده عن النتيجه عندنا مضمونه 100% بهذا المجال. في كثير ناس عندها تخوفات من هي الاشياء، بتقول لك ممكن يكون لها مضاعفات، يا ترى من خبرتك ممكن يكون لها مضاعفات وتاثيرات؟ طبعا ممكن يكون في لها مضاعفات وتاثيرات اذا الشخص اللي اشتغل غير مؤهل. نحن مثل ما خبرتك الفريق مرخص كله من هيئة الصحة وبلدية دبي، وحاصلين على شهادات من لبنان، من دبي، ومن لندن. من لندن بمجال الاس ام بي لانه هن ذا بيست يعني نمبر 1 بالاس ام بي، مش اي حدا فيه يشتغل بهيدا المجال لانه كثار بيشتغلوا مثلا بيكونوا بالصالونات وبيشتغلوا بيجوا عندي بتيجي عندي مثلا كاستمر مشوهة، يعني هون في حالات حتى ما بنقدر ابدا نستقبلها لانه خلص الحالة تشوهت. ففي حالات بنقدر نحلها وفي حالات ما فينا، فعشان هيك الشخص اللي بده يروح يعمل هذه الخدمه لازم يكون عارف وين راح، ما يروح على اي مكان. حلو كثير. طيب لو حبينا نحكي عن التميز، كيف تميز السنتر هون عن بقيه المراكز التجميليه الثانيه خصوصا في دبي؟ انت عندك دبي تدعم هالمجال، تدعم كثير الاستثمار، ففي كثير منافسة. كيف تميزتي؟ المنافسة كثير قوية بالسوق، بس طبعا مين اللي بيستمر؟ الوصول للقمة سهل، أما أنت تبقى بالقمة كثير صعب، فلازم الواحد يشتغل على حاله ويشتغل على الكواليتي. هلا أنا فيني مثلا أعمل إعلان جيب 1000 زبونة بالنهار، بس أنا أكيد ما بشتغل هذا الشغل، نحن بنشتغل شغل كواليتي لحتى الكاستمرز هن يسوقوا لنا، مش نحن بنعتمد على الكلاينتس وعملائنا هن اللي بيسوقوا لنا. فالحمد لله نحن وصلنا لهذا الشيء بسبب انه اشتغلنا على حالنا كثير، تعبنا على حالنا كثير، هذا الشيء ما اجى من قليل، نحن يعني خبره كثير طويله بالمجال، نحن بنبيع خبرتنا، ما بنبيع مثلا كوست المواد او شيء، نحن بنبيع خبرتنا بالسوق، والحمد لله الكل بيشهد بهذا الموضوع. رائع. طيب لو حبينا ننتقل للمستقبل، شو رؤيتك المستقبليه؟ شو مخطط للمستقبل؟ شو بتحبي تعطينا هيك خطط جديده؟ نحن ما بنوقف لهون، نحن دائما بتطور دائم. نتمنى ان شاء الله يكون عندنا فروع بكل الامارات، مش بس بالامارات، عم بفكر كمان افتح سكول بالسعوديه لتعليم المايكرو بليدنج بالطريقه الصحيحه، وكمان لحتى يكون في توعيه، لانه حرام الواحد اذا عمل شيء بوجهه خلص ما بقى رجع، يعني هذا الشيء يعتبر اهم من عمليات التجميل، لانه اي خطا بالوجه ممكن يؤدي ل يعني مصيبه بعدين.
بدنا منك نصيحة من خلال خبرتك الطويلة في الإمارات وفي مجال البزنس حالياً، أصبحت أحد رواد الأعمال في الإمارات، شو نصيحتك لغيرك اللي بحب يبدأ بزنس أو يأسس استثمار داخل الإمارات؟ اللي بحب يبدأ بزنس ما ييأس أبداً، يبلش، لازم يبلش بأي شيء، حتى لو ما عنده أي مدخول أو أي شيء، لازم يعمل شيء، لأنه هون البلد صراحة هي بلد الفرص. يعني أنا ما توقعت إن ألاقي فرص بهالكمية أو بهالتنوع، يعني مثل دبي. دبي يعني صراحة it's the best، يعني أحسن مكان إنه ينعمل فيه بزنس. طب فينا نعرف ليش اخترتي دبي بداية؟ أنت لفيت كتير واشتغلت بأكثر مكان، ليش اخترتي دبي لتكون منصتك الأولى بتبدأ فيها المكان؟ طبعا دبي الأمن بالأمان، دبي فيها مثل ما خبرتك أكثر مجالات موجودة، كل الجنسيات موجودة، ما في تفرقة بين شخص والتاني، بين جنسية والتاني. وصراحة أنا تحت بهذا البلد يعني أكثر من أي بلد تاني، أنا سافرت على كل الدول العالم، سافرت على سويسرا، سافرت على فرنسا، سافرت، ما خليت بلد، البلد الوحيد اللي برتاح فيها هي الإمارات. أخيرا من الخبرة للمتابعين، كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون؟ فيهم يتواصلوا معنا على نحن عندنا السوشيال ميديا موجودين HD Studio على انستغرام، وعندنا رقم الموبايل، ونحن موجودين بأبطان مردف مجمع البرجيل، هيدا الفرع الرئيسي تبعنا، كمان بنعمل الخدمة بكذا عيادة بجميع الإمارات. شكرا جزيلا لأخصائيتنا الجميلة هالة. إلى هنا أعزائي المتابعين، من نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.